هتقول لي الكابتن معاذ الشخصيات المحترمة جدا 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 جدا، حاجة جميلة يعني، حاجة جميلة. اه محترم محترم يعني. طيب احنا معانا كمان تقرير مع انت دربت قبل كده خضري، خضري هاشم. اه خضري حبيبي، خضري انا خد الناس كلها حبايبك. لا ما انا اقول لحضرتك حاجه، خضري انا واخد بيه كاس مصر 86 والله. اه كان معايا كابتن احمد ناجي وكان معايا سامح يحيى بس هو اللي كان بيلعب. كانت مباراه الفاينل مع مين؟ الفاينل مع المحله، مع المحله 3-2 هناك في طيب في هنشوف خضري هيقول لك ايه ونرجع تاني عشان فاضلنا تقرير واحد وبعد كده هنخش بقى في الاسئله السريعه. اتفضل يا حبيبي. طبعا طبعا انا النهارده يعني عايز اتكلم عن استاذي ومعلمي كابتن حسن علي الانسان الاول. اتكلم عن كابتن حسن علي اللي هو الانسان مش المدرب. كابتن حسن علي يعني نوعيه لن تتكرر تاني في مجال كره القدم خالص. كابتن حسن علي انا اول ما رحت نادي الترسانة من الأولمبي كان عندي حوالي 20 سنة، احتضني وكان بيعاملني زي ابنه الصغير، بيعاملني زي أخوه من ناحية الإنسانية يعني، لدرجة إن هو كان ما بيسيبنيش حتى أما كنا في رمضان كان بيصمم إن لازم أفطر معاه في البيت، وأنا حارس مرمى معاه في نادي الترسانة وهو مدربي، كان يقف على الباب او يقف على باب النادي في الشارع ويقول لي مش هخش افطر الا لما تبقى معايا، والنادي عامل لي فطار لان انا كان يعني من اسكندريه فمن خارج القاهره. فكابتن حسن علي طول عمره الناحيه الانسانيه دي عنده طاغيه. اما اتكلم عن كابتن حسن علي المدرب، كابتن حسن علي هو استاذي ومعلمي. طبعا هو رفع من مستواي لان انا طبعا كنت جاي اعتبر ناشئ.